وبوصل رسالة لنتنياهو ولعدوينه كمان، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، وراح نعلمكم الأدب زي ما انتو كنتوا هلا بتخلونا نبرد وتهدموا بيوتنا. احنا حنوريكم نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت او لن نظن انها النهاية. سنقابل الجيل القادم والاجيال القادمة، تقف معهم بريطانيا وايطاليا، تقف معهم قوة الارض، نحن يقف معنا الله الجبار الملك القدوس السلام الرحمن المؤمن القوي، نحن معنا الله. لما طلعتي من البيت بتعرفي اشي عن البيت هلا؟ بتعرفي انه اذا موجود او تدمر؟ بعرف انه انقصف، وبعرف كمان انه انهدم، لانه انا سبت كل العابي هناك وحرجع وحبني خيمة فوق الردم والحجر والرمل، حبني